السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جماعة، يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتنا. اليوم النهاردة هنتكلم عن ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والنتيجة بتاعتها. لعب نادي الزمالك قدام نادي الاتحاد السكندري يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020 ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. يذكر ان المباراة اللي كانت قبل المباراة ديت انتهت بفوز المارد الابيض بهدف واحد مقابل لا شيء احرزه المهاجم مصطفى محمد. بالنسبة لترتيب الفرق هنلاقي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقط 35 نقطة، اما فريق الاتحاد السكندري هنلاقيه في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وطبعا في المركز الاول هنلاقي النادي الاهلي برصيد 52 نقطة بعد ما فاز على فريق انبي بهدفين مقابل لا شيء يوم الاحد السابق. هنلاقي تشكيل نادي الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري: في حراسة المرمى محمد ابو جبل، خط الدفاع هنلاقي حازم امام، محمود علاء، محمود حمدي، محمد عبد الشافي، في خط الوسط طارق محامد، محمد حسن، فرجاني ساسي، وفي خط الهجوم اسلام جابر واحمد سيد زيزو ومصطفى محمد. اما عن تشكيل نادي الاتحاد السكندري هنلاقي في حراسة المرمى عماد السيد، في خط الدفاع محمد انور، مروان النجار، محمود رزق، السيد سالم، وفي خط الوسط احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، مروان عطية، وفي خط الهجوم محمد الصباحي، احمد حجي خالد قمر. بس اتمنى اكون قدرت افكوا بالخبر النهارده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.